تنظر دائما إلى نقص البدايات، ولكن انظر إلى كمال النهايات، فإن البداية عادة تكون ناقصة. كالمرء يولد فيستهل صارخا مع ملايين الذين يصرخون، ثم إذا نظرت إلى نهاية كل صارخ وجدت هذا إماما وهذا شيطانا. ولذلك لا تعرف نباهة المرء يوم يولد، يعني أي إمام، بل أي نبي، لا أقول أي إمام من الناس، إنما أي نبي من الأنبياء الذين اصطفاهم الله عز وجل، يوم ولد الواحد منهم ما كان يعرف أحد على الإطلاق أن هذا سيكون نابها، سيكون نبيا مثلا. يوم ولد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما عرف أحد قط أن هناك فرقا بين هذا الوليد وبين المواليد الذين ولدوا في مكة، إنما عرف ذلك في النهايات. أي إمام من الأئمة الذين ماتوا وقد عقدت عليهم الخناصر وصار لهم لسان صدق في الأمة بعد ذلك، ما كان أحد يدري قط أنه سيكون كذلك، بل هو نفسه ما كان يدري أن يكون إماما. فلا تنظر أبدا إلى نقص البدايات، إنما انظر إلى كمال النهايات. وأنا لا أعني بكمال النهايات الشيء المحمود فقط، لا، انظر إلى كمال النهاية ولو كانت شرا محضا. يعني الظالم الذي تعدى كل الحدود، لا تنظر إلى بدايته في الظلم، ولكن انظر إلى عاقبته يوم تم الخذلان عليه. فكمال النهايات ليس المقصود به كمال النهايات الحسنة أو الكمال المحمود، لا، الحال والمآل، هذا خلاصة ما يريد أن يقوله ابن الجوزي هنا. من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بداياتها نال خيرها ونجا من شرها. من عاين بعين بصيرته،